هلو حبايبي، شلونكم اليوم؟ انا وياكم راح اجرب باروكات الشعر، طلبتهم من موقع امازون. باروكات رخيصة، مو من النوع الغالية، علشان اشوفنها اشوف الكواليتي مالتها، والصراحة انصدمت. ليش عندي هاي الباروكات؟ اقلكم القصة الله يسلمكم. انا كنت حابة اني اقص شعري لهنا، بس ما حد نصحني، وكلهم يقولولي لا حرامات، وانا كان عندي خوفة انه خاف لأقصه ويطلع الشعر القصير مو حلو علي. وانا على فكرة ابدا مو صابغة شعري، لان اعرف الوحدة اذا بلشت تصبغ شعرها راح تصبغه forever، ويحتاج صيانة هواي، وكل ساعة يطلع الجذور وتعي صبغ الجذور، وانا مو من هالنوع اللي اني فاضية وايد بس حق شعري. فلذلك انا ولا مرة صابغته، وحابة ان اشوف الوان ثانية علي انا شلون راح تكون، فطلبت الباروكة. الباروكة الاولى اللي هي هاي اجت بهذا البوكس، اوكي هسا راح اوريكم اياها. شوفوا شنو تجي بهذا الشكل، وتجي بيها مثل الشبكة حامية الشعر. على فكرة هاي انصدمت فيها، الشعر مالتها مبين حقيقي ولا مبين انه مو طبيعي كلش. وتجي معها هذه، اوكي تلبسونها وبعدين عشان تلم الشعر. فلاني انا ما عندي تجربة بالباروكات قبل، ما منتبهة ان هذا التور اوكي الى الوان يعتمد على كل بشرة. هذا التور اللي انا اخذته حق البشرة الغامقة، مو حق بشرتي الغامقة كلش. فيجي طبعا هنا بيها تور كان من قدام، وقمت انا قصيته. خليني افتح من عندها التور واوريكم اياها. شوف الشعر شلون يبين كأنه طبيعي، ما بي لمعة ولا شيء. وهنا هذا التور تنتبهون اذا واضح، تنتبهون التور يكون حق البشرة العادية مو البشرة الغامقة. فهسه خلينا نلبسها مع بعض. خليني بس ادف شعري. هنا عندي مراية خالة، اوكي هاي لفينا شعرنا، بس خليني اثبتها بالشباصات. هاي اول وحدة بلشت الادكتد مالتي مالت الباروكات، شعر هذا القصة القصيرة وهذا اللون. قلت خليني اجرب هذا اللون الاشقر شلونه يطلع علي. فشوفوا من داخل، خلنا اوريكم. يجي بيها مثل هاي البنز، اوكي عشان شنو؟ تثبت بالشعر. فخلينا نجربها يلا مع بعض. هو شي يقولون حطوها هيجي وحطوا راسكم ولبسوها. واو الصراحة سويت مقلب بصاحباتي، اول ما جبتها لبستها وصورت صورة ودزيت لهم اياها، وكلهم قالوا واو قصيتي شعرج، القصة طالعة تخبل عليش. المهم يحتاج لها تثبيت. انا الصراحة اللون ما حبيته علي، يعني ايقنت من بعد هاي الباروكة ان ما في لون غير لون شعري هو اللي حلو علي. انا كنت حابة هاي هيك الحركة، شوفوا. بس الشعر شو رايكم انتو، حلو القصير ولا لا؟ واحد حلو انه يجرب هاي تغيير لوك، تعرفون شنو؟ خليني اجرب اذا البس عليها طاقية. خليني اجيبها اللحظة. شفت عندي هاي الطاقية عليها شعر صاير. anyway هنجربها. شو رايكم باللوك؟ ما اعرف روحي، هاي انا هيك احلى مو؟ والله احلى من الشعر انه يكون فوق هيك. شوفي ولا تبين انها باروكة. هاي انا اول مرة اجربها اني البس شي فوقها صراحة، فوقها الصدق هيش حلوة. Is this me؟ أجرب والله هاي الطاقية الثانية. واو والله هيجي أبدا ولا مبينة باروكة، يعني ما مبين الفرق من نامة الباروكة. حلو حبيت. أوكي يلا خلينا هسه نلبس الباروكة الثانية، خلنا أوريكم إياها. الباروكة الثانية قلت شنو؟ قلت خلاص اللون الأصفر مو حلو علي، خلنا نجيب نفس لون شعري وبيها قدلة خلينا نجرب. فجبت هاي، اجت هيك بتشيز. طبعا أنا انصدمت هم بيها نفس الشيء الكاب مالتها، وهم هاي تجي هيك. اللي انصدمت من عندها انها نفس لون شعري بالضبط جاية، تشوفوها
واو ايش قد طبيعي يعني، لو يعني كلش كلش ما تبين انها باروكه ات اول يعني. واحد يجيت شوك من سعرها، يعني معقوله هيش سعرها؟ ما ادري اقل من $20 هاي، لا كلش رخيصات. اين انا؟ انا هذه عجبت فيها الصراحه، لان الشعر كلش كلش طبيعي. انزين بصير اديلها تعديل، انا ما قاعده اعدلها معاكم بس هيك بس تشوفونها. شوفوا ان الحلو فيها ان بيها قدله اوكي، وما يبين الفرق مالت الباروكه يعني ما بيها فرق اوكي. بس خليني اعدلها. ويت لبستها مره ونزلت حق الاولاد قلت لهم قصيت شعري، they get shocked، قالوا لي مو حلو عليك ماما الشعر القصير، you look different على قولتهم. يعني شوف القدله اذا تبدون تقصونها شويه تنقص جاي على عيوني شوي، خلينا ارفعها الباروكه يعني. What do you think؟ شو رايكم بهاللون؟ هنلبس عليها القبعة، وينها القبعة؟ أحلى شيء الواحد الباروكات لما يشتريها يلبس فوقها هيجي، هاي أبدا ما تبين. شنو حبيتوا هاي أحلى ولا الأولى؟ صورانا اثنين بعد. وين هسا خلينا نشوف الثالثة. الثالثة شنو قلت؟ قلت لا خليني أجرب طويلة واللون جراي، وأجت لي هذه. ترى هاي طلبتها بس بعدني ما لبستها يعني ما جربتها توتالي علي، طلبتها هي وبعد الرابعة اوكي. ها حتى هاي التاج مالتها بعدني ما شايلته. شوف شلون جاية اللون جراي رصاصي. او ماي جاد، قلت اريد شي كيرلي شي لونه جراي شي غريب، فجبت هذه. شلون رايكم فيها؟ والله هو الشعر كأنه طبيعي ابدا مو مبين، بس انا نشوف انا مو متعودة على ألوان ثانية، بس هاي أعتقد عليها الكب لو لبسته يطلع خطير. واو شنو رايكم؟ يا إيش قد حلوة أمانة، صدمة. طبعا أنا قاعدة أشوف إن الفوق السكرين سوري، بس شو رايكم؟ صدمة صدمة والله حلوة. مال تصوير تعرفون أصوره بالإنستغرام وأنزل الصور، لا تنسون تتابعوني على إنستغرام، هسا أحط لكم إياه وحطيت لكم الرابط تحت. على فكرة كل هاي الباروكات حطيت لكم الرابط تحت بصندوق الوصف عشان تشوفونهم، بس هاي صدق هاي أكثر وحدة أنا حبيتها إلى الآن. أنتوا شو رأيكم؟ يلا هسا نروح نشوف الرابعة. الرابعة الصراحة أنا طلبتها مصدومة من نفسي، يعني أنا هيجي لون أطلب؟ يعني أنا مو ستايلي هيجي at all. شلون اللون بينك؟ بس ما ادري يعني وقت طلبتها قلت يلا خلينا نشوف شيء غير عن العاده، فطلبتها يمكن هاي $10 وصدمه الصراحه. الشعر مالتها شكد حلو شكد حلو وناعم ناعم ناعم، شوفوها واو. يعني صدق انا هاللون صدق جريء، ايش رايكم؟ احلى شيء خلينا نجربها بس. هو عيني كلها رايحة من الشعر، اوقفوا شوي، بس والله حلوة. شوف ما اعرف بس شوف شلون حلوة، طلعت شني كورية. لا والله صراحة عجيبة، ما ادري انا حسيت اللون حلو علي. شنو رايكم؟ حلو اللون البينك. واو واو هيك سعرها $10 هيك رهيبة، واحد يجي يغير لوكه $10 بس، كلش حلوة. سو حبيباتي صديقاتي وصلت معاكم لنهاية هذا الفلوج، أتمنى أن الباروكات عجبتكم، وكتبولي بليز 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 كتبولي بالكومنت أي باروكة عجبتكم أكثر علي، وأي باروكة أنتم حبيتوها شو رأيكم فيها؟ شو رأيكم بالألوان؟ هل اللون البينك حلو؟ ولا الرصاصي حلوة؟ ولا اللي هي بلون شعري؟ ولا الأولى الشقرة؟ أنا الصراحة حبيت البينك، لأن ما توقعت هيك لما واحد يلبس عليها الكب تطلع شلون حلوة، وحبيت الرصاصي خطيرات هذني، أحلى اثنين الصراحة حبيتهم. أهم شيء قبل لا تطلعون لا تنسون أنكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التفعيل ولايك حق هذا الفيديو لو حبيته، وشاركوا حق صديقاتكم حتى يشوفون الباروكات. أشوفكم على خير، كانت معاكم زهرة. Bye bye!